كما كتشوفوا معنا اخوتي نزول عاصفه رعديه خاص. واو 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 اللهم بارك. ما تخيلوش اخوتي امطار غزيره خاص عاصفه رعديه حاليا في طنجه. اللهم بارك. واو 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 يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اللهم بارك اللهم بارك. نزول عاصفه رعديه خاص في طنجه الان. اللهم بارك. شوفوا تبارك الله. شوف شوفوا شوفوا عاصفه رعديه عاصفه قويه تبارك الله تبارك الله. هذا وقت كما كتشوفوا هذا وقت. اذا اجواء ما تخيلوش شحال زوينه تبارك الله. نزول عاصفه رعديه. اذا جيت باش نصور لكم هذه العاصفه الرعديه ديال طنجه والاجواء ممتعه اجواء رائعه جدا. ونتمنى ان شاء الله بالنفع وحاولنا صورنا لكم هذا الواد. غتلقاوه خاص في القناه ديالي احمد بيزاف بالفرنسيه. وهذا الفيديو غادي نحطه في القناه ديالي في القناه ديالي الثانيه احمد بيزاف بالعربيه. ونتمنى نقدموا لكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. اذا كما كتشوفوا اجواء ممتعه اجواء رائعه. نزول عاصفه رعديه امطار غزيره خاص قبل قليل نزلت هذه العاصفه رعديه كما كتشوفوا. الجو ما تخيلوش شحال زوين تبارك الله. قبل قليل نزلت هذه العاصفه رعديه وبزاف نوصل وصلت حتى هي. انا اللي وصلت قبل غيوصل بزاف وهي تنزل العاصفه رعديه سبحان الله. اذا انا محظوظ الحمد لله دائما كنقولها دائما ربي ما كيخيبنيش. وصل بزاف وهي تجي العاصفه رعديه. ايوا هاد الواد ننتظروا بعد ساعات تقريبا. اذا هاد الواد غادي تلقاوه في القناه ديالي بالفرنسيه احمد بيزلاف. ونتمنى نقدموا لكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. والبلاصه اللي صورنا فيها شحال هادي هي هادي حاولنا من جديد. ونتمنى ان شاء الله مره اخرى نجيو نصوروها حتى هي. وكما كتشوفوا تبارك الله السيول الفيضان. ونتمنى ان شاء الله يكون خير. وكما كتشوفوا اجواء ديال الصباح اليوم جمعه مباركه سبحان الله. اليوم الجمعه واجواء ممتعه حاليا راه باقي الصباح. كما كتشوفوا اللهم بارك. ما تخيلوش شحال زوينه طنجه تبارك الله. وها الشجر اللي عزيز عند بزاف. الشجر اللي كيحماق عليهم بزاف. تلقى بزاف جالس حدا هاد الشجره. يتصور معاهم هاد الشجار عزيزين عند بزاف. ونتمنى ان شاء الله نقدموا ما افضل ان شاء الله بحول الله. اللهم بارك. غنجيو نجبو على الواد. هذا هو الواد كما كتشوفوا واد ديال طنجه. انتوما ولا كيتزاد الاخوات واد طنجة هو هذا. ايوا هادشي اللي جاب هادشي اللي عطى الله. ماشي بحال هادوك الاوديه اللي كنصورو لكم. هذا عنده امكانيات دابا الا كان الفيضان بزاف يقدر غادي تشوفوا هاد الواد مشهد حتى هو. ونحاولوا نشاركوا معكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. اش بان لكم ها واد طنجة. بعد ساعات يقدر يتزاد هاد الواد. دابا الا كان امطار غزيره خاص في النواحي ديال طنجه غيجيب السيول بزاف. اللهم بارك. اجواء ممتعه. تبارك الله. شوفوا السيول في طنجه. اجمل مكان خاص في طنجه هي هذا المكان. ونتمنى ان شاء الله نقدموا لكم ما افضل ان شاء الله بحول الله.
ايوا كما كتشوفوا معنا ننتظروا بعد ساعه تقريبا يوصل هذا الواد، وفي نفس الوقت حنا دائما مستعدين وعلى حسب الامطار الغزيره اللي كنا كنتوقعوا باش تكون باقي ما كايناش. اذا راكم عارفين عاصفه رعديه كون كانت مجهده يكون هذا الواد جاب بزاف ديال الفيضان. غادي نمشيو نصوروا لكم واد تطوان، اكبر واد الشمال تطوان، واد ديال تطوان بحال واد الدرعه ديال الصحراء المغربيه. عارفين الطريق ديال المحبس ديال الزاك، واد الدرعه بحال هكاك داير واد تطوان كبير تبارك الله. وان شاء الله نقدم لكم ما افضل. هذه هي البدايه ديال الشتاء. اذا شهر 11 كاين الشتاء، شهر 12 كاين الشتاء، شهر 1 كاين الشتاء، شهر 2 كاين الشتاء، شهر 3 كاين الشتاء، شهر 4 كاين الشتاء. ارى ما نصوروا ان شاء الله بحول الله جميع عوديه خاص في الصحراء المغربيه، في سوس، في تفراوت، في الشمال، اي مكان كاين الاوديه غادي نحاولوا نصوروهم ان شاء الله بحول الله. اللي عليكم هو الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ايوا كما كتشوفوا اجواء ممتعة، اجواء رائعة. ايوا بزاف هادي قاعدتو تنزل الشتا خرج بحال البوبوش، بزاف بحال البوبوش بدا تنزل الشتا وبدا يخرج حتى هو، تلقى حتى هو كيجري. يا عزيز علي الشتاء، امطار غزيره شي حاجه مهمه بزاف. اش غادي نقول لكم، نتمنى ان شاء الله نقدموا لكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. دائما كنديروا المجهودات ديالنا، وفي نفس الوقت على حسب واد بالجوده والكاليتي واعره غتلقاوه في القناه ديالي نفس السميه ديال هذه القناه الا بالفرنسيه، كتبتو احمد بيزلافن بالفرنسيه طلع لكم القناه ديالي الاولى، وفي نفس الوقت القناه الثانيه بالعربيه احمد بيزاف بالعربيه. وحاليا كنفكروا باش نفتحوا القناه الرابعه ان شاء الله بحول الله، خاص حاليا كننتظروا نشوفوا واش غادي تكون ديال السيول ولا ديال الفيضان ولا شي برنامج ولا باقي ما عرفناش. اذا دائما طموح كاين، ودائما غادي نحاولوا نديروا ما افضل ان شاء الله وبالجوده. بزاف ديال 2018 راه ماشي هو بزاف ديال 2022 و2023. اذا كاين واحد التغيير كبير تبارك الله، وحنا دائما باش كنزيدوا غادي تشوفوا ما افضل ان شاء الله بحول الله. اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ايوا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو اخوتي، حاولنا باش نصوروا لكم هذا الواد. كما كتشوفوا كيتزاد الواد، كيتزاد. هذه هي قاعدته الواد، دائما هذه هي قاعدته. بعد ساعه غادي تشوفوا هذا الواد زاد على حسب عاصفه رعديه. نتمنى ان شاء الله يكون خير. ها واحد الكلب اخوتي، ها واحد الكلب. ايه فين غادي؟ ايه كتعرف بيزلاف؟ كتعرفو؟ ايه كتعرف بيزلاف؟ قال لك ايه. ناري حتى الكلب كيتفرج في بيزلاف. اش اش اذا نتمنى ان شاء الله نقدموا ما افضل. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي مباشره من طنجه عروسه الشمال، تحياتي المغرب.